الشباب عم يلتقطوا صور مع كابتن فراس خطيب دوره بيعملوا على اكمل وجه. بالنهايه بتصير النتائج بتجي تباعا ايجابيه ان شاء الله. انا نادي الوحده الافضل دائما ان شاء الله. انا من المحبين لنادي الوحده بغض النظر ان صار في خلاف بيني وبينه انا بالفتره الاخيره. هذا الشيء ما بيمنعني انا بحب نادي الوحده وبحب جماهير نادي الوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي دلي سبورت. اليوم نحن اليوم راح نتابع مباراة الفيحيل مع السالمية. الفيحيل لازم يربح لحتى يضل بين ستة الكبار بالدوري الكويتي. السالمية لو خسر لو ربح الأمور طبيعي، بس الحلو بالموضوع مساعد مدرب السالمية الكابتن أحمد ديب ومدرب الفيحيل الكابتن فراس خطيب الأسطورة. تعالوا نشوف النتيجة وتعالوا نشوف المباراة ونسمع الجماهير ونشوف ويلا نعم بلشنا ونقول يا رب مع الكابتن فراس الخطيب. أول دخولي على الملعب الهدف الأول لنادي الفيحيل. جول التعادل للسالمية. أخطاء دفاعية شوي طبعا. كابتن فراس الخطيب شوي متضايق والنرفزة اشتغلت. لا مباراة مصيرية لهذا الفاحيل بصراحة، كثير مصيرية المباراة هاي. هلا حرة مباشرة إن شاء الله يا رب جول. أتمنى الله عليك الله عليك الله. جول حلو والله والله. جول رهيب، جول رائع جدا. جول 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 برافو. حرة مباشرة بالدقيقة 23 هدف حلو كثير كثير كثير، حتشوفوه على الشاشة. هدف رائع جدا بصراحة. حرة مباشرة بدأ كريستيانو بس. نتيجة حاليا طبعا نهاية المباراة بفوز الفيحيل 4-1 على السالمية والفيحيل بدوري الكبار مع فراس الخطيب بدوري الكبار مع الأسطورة بدوري الكبار. أخي الموضوع مو أننا نحن نجيب مدرب أجنبي وبس، لا، موضوع مدربنا العربي السوري بيلعب بيعمل شغل بيطور. أخي فراس الخطيب وبس بس. برافو يا رجال برافو برافو. الشباب عم يلتقطوا صور مع كابتن فراس خطيب بعد الفوز. ألف مبروك كابتن فراس، مبسوطين كثير فيك. إن شاء الله يا رب نشوفكم إن شاء الله بالدوري الجديد دوري بلاي أوف والله يوفقكم. سر اليوم التميز الفوز، يعني اليوم 4 ومباراة صعبة، مباراة فين نقول مصيرية للفيحيل. بفضل من الله عز وجل أول شيء، ثاني شيء وجود اللاعبين الاستاف الفني الاستاف الإداري كلهم عم يكونوا بشغلهم، هذا عمل جماعي بالنهاية. فالجميع عم يكون بدوره بيعملوا على أكمل وجه. بالنهاية بتصير النتائج بتجي تباعا إيجابية إن شاء الله. نعم، الكازمو عنده مباراة يوم الجمعة مع العربي، في تكون عملنا اللي علينا. تمام، هذه الأمور الباقية عاد بيضرب العالمي. لا العربي بحاجة فوز، العربي بحاجة فوز بغض النظر يعني. فاز كازمو فاز العربي، نحن عملنا اللي علينا. يعني هذا الصورة اللي بتنقلها للاعب. نعم، أنت تعمل عليك وتأدي أداءك الرجولي داخل الملعب تخلص المباراة، باقي الأمور والنتائج نحن ما بهمنا. خلاص انتهت دورنا، انتهى. عاد هاي النتائج شو بتيجي تخدمك ما بتخدمك. أنت حتى لو لعبت مع الأربعة وش أنت عليك تقدم كرة قدم جميلة، كرة قدم صحيحة، كرة قدم متطورة وبس. أنت بتعمل عليك واجب. الله يوفقكم يا رب والتوفيق من الله. مستمر عند الفيحيل الموسم القادم إلى نهاية الموسم إن شاء الله، والموسم القادم يخلق الله ما لا تعلمون. وموقع معه 3 سنين كابتن، موقع 3 سنين. لا موقع لنهاية الدوري إن شاء الله، بعدين يخلق الله ما لا تعلمون. أنا سمعت من العرباوية المرة الماضية أنه فراس الخطيب راح يروح العربي وهيك شيء، سمعت كلام أنه مدربه راح يمشي. تركيز في تركيز مع الفريق
والامور الثانيه هاي كلها تجي بعدين ويفكر فيها الانسان بعدين. لك التوفيق، ركز مع الفريق والله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفقك. يعني عم يقدموا اداء طيب، توجوا المستوى خلال القسم الثاني، توجوا في مباراه اليوم. الله يوفقهم ان شاء الله دائما من حسن لاحسن، من عالي لاعلى. الله يوفقكم يا رب. الف مبروك كابتن نصوح، فوز باداء ونتيجه بجداره اليوم. لا يتم، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك للشباب اللاعبين والكادر الفني والتدريبي والقائمين على العمل، الحمد لله رب العالمين. الشباب ما قصروا، المباراة مفصلية بالنسبة لنا، الفوز هو همنا، كان كنا بأغلب مجريات المباراة نحن الأفضل، ورب العالمين توج هذا الشغل بالفوز الحمد لله. ننتظر مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله تخدمنا، مشان نكون إنه نحن ضمن الست فرق الصاعدين. أكيد مستوى الفريق الحقيقي راح يظهر بالمباريات الأخيرة إن شاء الله. إن شاء الله. كيف شفت اللي تجربة عند الفاحي اليوم؟ دوري السورة يعني اليوم بنى تحتية الملاعب، نوعية اللاعبين، في كتير أمور نحن نملك لاعبين جدا جيدين بسوريا، ولكن ما في ظروف تخدم الملاعب. هي الخروج برا سوريا، أنا بشوف أغلب اللاعبين اللي عم يخرجوا برا سوريا عم يظهروا ويبرزوا، هذا دليل على إنه نحن نملك لاعبين ممتازين على مستوى الدوري السوري، ولاعبين عم يطلعوا يمثلوا سوريا خير تمثيل. لكن نحن بنتمنى إنه إن شاء الله بالأيام القادمة يصير في تطوير للكرة السورية، بنى تحتية، ملاعب، تفرق للاعب سلاحه الملعب. ما في ملاعب بسوريا، إن شاء الله يا رب رب العالمين بيكرمنا إن شاء الله بإذن الله. ونوصل للدول المجاورة تصير أمور منيحة. عم بتابع نادي الوحدة هلا بعد ما طلعت نادي الوحدة؟ بتابع كل المباريات، يعني بتابع أغلب الأندية. يعني بداية الموسم كانت سيئة، متعثرين يعني نحن كنا، وبقي وهذا الوضع مستمر. بتمنى لنادي الوحدة الأفضل دائما إن شاء الله. أنا من المحبين لنادي الوحدة، بغض النظر إنه صار في خلاف بينه وبينهم أنا بالفترة الأخيرة، هذا الشيء ما بيمنعني أنا بحب نادي الوحدة وبحب جماهير نادي الوحدة. بتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله رب العالمين بيصلح الحال. يقدموا الكابتن طارق جبان اليوم. كابتن طارق جبان والله من المدربين المميزين، انا كان يعني دربني بالمنتخب، دربني بالمنتخب وبتشرين بالموسمين السابقين. يعني كابتن طارق له كل الحب والاحترام، ومدرب والله على مستوى عالي وجيد جدا. بتمنى انه ان شاء الله الفتره الجاي نادي الكرامي، من خلال سمعت انه في داعمين، نادي الكرامي ما هذا مكانه، بيستاهل مكان ابعد بكثير. أتمنى أنه نادي الكرامي يرجع لمنصة التتويج ويأزروا الكابتن طارق جبان لأنه مدرب بطولات. يا رب الله يوفقه إن شاء الله. مستمر هذا الفاحي الكابتن؟ إن شاء الله العالم غالبا إن شاء الله. لنهاية الموسم؟ لنهاية الموسم أكيد، ما بقى يمكن لنهاية الموسم. نعم. لأن إحنا أما بنصعد ضمن الستة وأكيد إن شاء الله رح نصعد، وأما ضمن الأربع فرق الأخيرة وإن شاء الله نصعد نقدم أداء جيد. نعم. هذا علم غيب. يا رب الله يوفقك كابتن نصوح. الله يخليك حبيبي ابو حميد. الله يسلمك. هلا بالغالي، هلا على السلامه. مبروك يا كابتن، ان شاء الله ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن الغوالي. طبعا نحن كسوريين والله مبسوطين، انا كثير مبسوط. هذا اللي مسميه شو بدي اقول لك، يعني لا مدرب اجنبي ولا مدرب، هذا فضل الله واحد. فضل الله، بس اللي بيتعب بيلاقي كابتن. اكيد، وقل اعملوا شاء الله عملكم ورسوله، عملنا ورب العالمين اكرمنا. الله يوفقكم ان شاء الله. معنا بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تكمل معكم بكره، وانتم ان شاء الله لازم نعمل عملنا. بس برافو ان شاء الله، توفيق من رب العالمين. بكره انا مع العربي، بكره عرباوي، بكره عرباويه، بكره سوريا كلها عرباويه اكيد. انا مخبي بطاقه هون، مخبيها هون. تحياتي كابتن، ان شاء الله الف مبروك. الله الف مبروك، اللي عملتوه والله شيء نفتخر فيه صراحه. نحن كسوريين طاقم ممتاز جدا، يعني كفي انه كرماويه، هي اهم شغله. يعني والله نقول الحمد لله رب العالمين، طبعا جهودي كل. نعم. بدايه مجلس اداره، جهاز فني بقياده ابو حمزه، الكادر الفني الاداري، اللاعبين، الابطال. هذا الفريق يعني انبنى خلينا نقول من السنه الماضيه، تمرين. نعم. بعد تمرين، مباراه بعد مباراه، شهر بعد شهر، على ثقافه الفوز. الحمد لله الكل بيعرف فريق الفحيحين بالسابق كان دائما يعني صاعد. نعم. بنقول الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل وبجهود الكل. طبعا بتشكر كل جماهير الكره السوريه اللي عم تابعونا واللي عم يدعونا، ان شاء الله بنكون دائما على العهد ان شاء الله، بنكون سفراء لسوريا ان شاء الله. ان شاء الله كنتوا ما زلتوا صدقون باذن الله تعالى. شكرا كابتن، الله يوفقكم. مثل ما شفتوا كباتننا طلع كابتن فواز، الكابتن قدموا كل شيء للفحيحيل، وان شاء الله بكره العربي، ان شاء الله العربي يعملها بكره باذن الله. راح نكون مع العربي بكره، بكره كلياتنا عرباويين. جه اللاعبين حبيب قلبي، حبيب تحياتي، الله يعزك. أكون بدايتك يا بعد عمري، الله يعزك. حبيب كلك صور حبيبي، الله يعزك.
دخولي على الملعب، الهدف الأول لنادي الفحيل.